اهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نبتدي كلامنا بمباراه اول امس، مباراه البنك الاهلي اللي تعادلنا فيها 1-1 في بطوله الدوري، وهي مباراه طبعا كانت مهمه جدا، وضيعنا نقطتين ما لهمش اي داعي ان احنا نضيعهم بصراحه. يعني كان مهم قوي ان احنا نكسب الماتش ده، وان انت تواصل مشوارك في الانتصارات في بطوله الدوري. لكن خلينا يا جماعه ناخد الامور ببعض من المنطقيه، وفي نفس الوقت نكون محافظين على اهدافنا ومحافظين على فرقتنا، وبنتكلم وبننتقد، بننتقد بشكل بناء، لان دي برضو نقطه مهمه ومفصليه. الكلام لازم يكون بشكل مرتب كمان، ده امر مهم. خسرنا نقطتين غاليين، طبعا خسرنا نقطتين غاليين قوي قوي. يعني النتيجه ايه؟ مين السبب؟ احنا السبب، احنا السبب كجهاز فني وكلاعب، احنا السبب ان احنا ما كناش واخدين الامور بالجديه المطلوبه. في الاول وفي الاخر يا جماعه ممكن تقول لي انت في قناه الاهلي ازاي تقول الكلام ده؟ لا، انا هقول لك الكلام بمنتهى الموضوعيه. احنا هنا نبض جمهور الاهلي، يعني ننقل نبض جمهور الاهلي، احنا ناس من الجمهور. فالجمهور واخد على خاطره. هتقول لي انت جمهور الاهلي ده طماع قوي، جمهور الاهلي ده عايز ايه تاني؟ دول كسبانين بطوله دوري ابطال افريقيا وفرحانين وبتاع. طبعا. وعندنا لعيبه كبيره جدا، وفرقه محترمه قوي قوي قوي. وعندنا جهاز فني ما شاء الله عليه مميز جدا جدا. لكن في نفس الوقت يا جماعه انا لما اجي انتقد، انتقد نقد بناء. ما اهدمش، ما هدش الفريق. زي ما اللعيبه دي اللي ممكن يكون البعض يقول لك اصل فلان كان وحش وفلان كان سيء جدا وفلان ما عملش اي حاجه في الماتش وكلام من ده. ماشي. اوكي، الناس دي عملت ماتش وحش، لكن الناس دي زي ما هي كانت وحشه مثلا في الماتش ده شالتنا فترات كبيره. ولما اجي ابص على اللعيب وعلى امكانياته واقيمه، اشوف هو عمل ايه مع الفرقه على مدار فتره طويله جدا. ارجع لي يا بيبو، ارجع لي عشان يبقى كلامنا واضح مع الجمهور. انا اشوف الناس دي عملت ايه للفرقه على مدار فتره طويله جدا. لما لعيب يديني 50 ماتش 40 50 ماتش مستوى ثابت وجيد، ويجي ماتش ولا اتنين ولا تلاته ولا حتى خمسه مستوى يقل، ما فيهاش حاجه، بتحصل. ده الطبيعي، هو ده الطبيعي في الكوره. مفيش اي حد بيفضل بيلعب بمستوى ثابت جدا. جمهور الاهلي متفاهم قوي ان الكوره مكسب وخساره، ده امر طبيعي جدا. يعني عارفين كويس جدا ان الاهلي مش هيفضل يكسب على طول، مش هيفضل يفوز على طول. لكن هو ايه اللي مزعل الجمهور؟ ايه اللي مزعل الجمهور؟ الجمهور زعلان عشان حاسس ان في بعض من الاستهتار في المباراه. كان واضح الكلام ده، كان واضح بصراحه. هل احنا ضيعنا فرص كتير وعملنا ماتش كبير وما كناش موفقين؟ لا، احنا ما كناش موفقين. احنا كنا في سنه ثقه زياده عن اللزوم، وده امر بيحصل في احسن انديه العالم، ان انت تبقى لسه كاسب بطوله بحجم دوري ابطال افريقيا مثلا. طبيعي ان انت هيجي لك دروب بعديه على طول مثلا في ماتش او حاجه. كان لازم انت تعمل ايه؟ كان لازم يبقى عندك جديه اكتر من كده، وما يبقاش عندك ثقه زياده على اللزوم، لان الثقه الزياده على اللزوم دي هي اللي خسرتنا نقطتين غاليين جدا كمان. لكن في نفس الوقت، لان احنا دورنا كلنا كجمهور للنادي الاهلي، ونخلي بالنا من بعض المندسين بين الجمهور اللي بيحاول ان هو ايه ياخد الاهلي وياخد جمهور الاهلي في حته تانية. وانا واثق جدا ان جمهور الاهلي عنده قدر كافي من الوعي في كيفيه التعامل مع هذه الامور. خلينا مركزين على ان ايه؟ احنا الافضليه لسه عندنا. الافضليه معانا كنادي اهلي، كفرقه مميزه. تقدر تعمل ايه؟ تقدر تاخد الدوري. تقدر؟ لا تقدر. الاهلي عنده كام ماتش؟ 10 ماتشات. ناقصنا 10 ماتشات. 10 ب 30 نقطة. خدت ال 30 نقطة بغض النظر عن نتائج الزمالك، أنت بطل الدوري. هل صعب على الأهلي إن هو ياخد 30 نقطة؟ لا، مش صعب. خالص. حتى لو في غيابات، هي غيابات مؤثرة للناس الموجودة في طوكيو وكلام من ده، طبعًا هي غيابات مؤثرة. لكن في نفس الوقت أنت تقدر تكسب أي فريق أنت هتلعبه في مصر. طبيعي جدًا. أنت بطل أفريقيا. بشوية تركيز، شوية تركيز وفصل. احنا كنا متعودين دايما ان الاهلي بيعرف يفصل ما بين بطولة وبطولة. لازم تعمل الفصل ده، تقدر ترجع تحاول تعمله بالشكل المميز. تعمل الفصل ده ما بين البطولات وتركز التركيز المطلوب، تقدر تاخد البطولة، وهتبقى بطولة غالية قوي. ليه بقى هتبقى بطولة غالية؟ احنا متعودين ان الاهلي بياخد الدوري بفرق مريح من النقاط.
مواسم قليله قوي ونادره اللي بيبقى فيها منافسه، فبنحس بفرحه البطوله، بنحس بفرحه البطوله لما بيبقى فيه منافسه. السنه دي فيه منافسه، اه بصراحه فيه منافسه، نادي الزمالك نادي كبير، نادي محترم، عاملين موسم جيد وماشيين في الدوري بشكل مميز، ورغم كده انت اللي لسه ليك الافضليه بمواجهتك المباشره معاهم، انت كسبت ماتش وتعادلت ماتش، فحاله التساوي في اخر الموسم مع اخر مباراه انت بطل الدوري باذن الله تعالى، باذن الله تعالى. فاحنا عايزينه دوري غالي من الدوريات اللي نفرح بيها، مش متعودين ان احنا نفرح بالدوري لان بيبقى الموضوع بيبقى اتحسن من بدري. احنا السنه دي بقى بنطلب من اللعيبه وبنطلب من الجهاز الفني فرحونا السنه دي بايه؟ ببطوله دوري هتكون غاليه بعد منافسه صعبه جدا جدا مع نادي الزمالك. هنعمل كل اللي علينا كلاعيبه باذن الله، يعملوا كل اللي عليهم جهاز فني، وان شاء الله يفرحوا جمهور النادي الاهلي. انا عجبني جدا موسيماني في المؤتمر الصحفي لما قال ايه؟ الراجل كان صريح جدا. قال لك احنا السبب، انا كمدير فني واللعيبه كنا وحشين جدا وكنا مش في يومنا وما كناش بالشكل المطلوب خالص يعني. ومش حارمي اللوم على اللعيبه ولا حارمي اللوم، انا مش من النوع ده، كلام موسيماني، انا مش من النوع اللي بيرمي اللوم على الحكام ولا اللي اقول اسباب مش واقعيه، لا. اكتر سبب واقعي احنا السبب. احنا اللي عملنا كده. واحنا اللي حاطين نفسنا في الموقف ده. وانا واثق جدا جدا ان الاهلي بيعرف يتعامل في مثل هذه الامور. شويه هدوء، شويه تركيز، ودعم من الجمهور. وشفنا ده نتائج الدعم من الجمهور بتيجي ازاي، لان في بعض فترات الناس جت قعدت تقول لنا يا جماعه انتوا هتقعدوا تقولوا دعم ومسانده، دعم ومسانده، اللعبة دي ما جابتش، اللعبة دي ما عملتش، لا الجيل ده جاب بطولات كتير جدا. وانا هنا مش بحاول ادافع او مش عايز ابين يا جماعه ان في ما فيش ازمه، هو ما فيش ازمه. هو الازمه انك خسرت في ظل منافسه، احنا بنعتبر التعادل خساره، انت خسرت نقطتين في ظل منافسه محتدمه مع نادي الزمالك. فمش عايزين ننسى الناس دي عملت ايه، مش عايزين ننسى الفرقه دي، الفرقه دي انجازاتها ايه وارقامها ايه وكلام من ده، وخصوصا خصوصا ان انت لحد دلوقتي ما خسرتش الدوري، انت لحد دلوقتي عندك الافضليه تدعم فرقتك، تساند الفرقه. ما نجيش نقول اصل فلان ده ما ينفعش وعلان ده ما ينفعش، ازاي ما ينفعش؟ بقى لي منطق، بقى لي عقل، ما الناس دي خدت بطوله، مش بطوله واحده، الناس دي واخده الموسم اللي فات البطولات كلها وثالث كاس عالم، والسنه دي ابتدت بطوله دوري ابطال افريقيا، ولسه عندها عدد من البطولات باذن الله يقدروا يجيبوه باذن الله. فشويه دعم ومسانده وهدوء هتلاقي النتيجه اللي في الاخر اللي احنا عايزينها. مقدر جدا جدا زعل جمهور النادي الاهلي اللي متعود على الانتصار، اللي متعود على البطولات، وخصوصا لما يبقى في منافسه كمان زي السنه دي، فلما بيزعل الجمهور بيحس ان الزعل بيبقى من تاثير، يعني تبقى مقصر شويه انت كلاعب في مباراه، لكن ده مش معناه ابدا ان انت خسرت بطوله. انا كان مهم بالنسبه لي قوي ان انا انقل للاعيبه الاهلي زعل الجمهور النسبي، او ان هم الناس واخده على خاطرها شويه، لان حسوا ان الناس ما عملتش اللي عليها في ماتش البنك الاهلي. لكن ايه اللي هيحصل بقى الفتره الجايه؟ انت عندك بدايه مباراه الانتاج الحربي بكره، اي ماتش انت جاي قدامك لازم تكسب باذن الله، لازم تكسب. حطيت نفسك ما عندكش خيارات، خلاص اتعامل مع الخيارات، اتعامل مع اللي قدامك ده، وحاول انك تجيب الدوري باذن الله، لان الافضليه عندك وعندنا فرقه كبيره جدا جدا، حتى لو البعض مستوى اقل سنه ده طبيعي، محدش بيلعب طول الموسم بمستوى ممتاز، مفيش كده في الدنيا، ومفيش فريق بيكسب على طول ولا فريق بيخسر على طول ولا كلام من ده. لكن ان شاء الله باذن الله تعالى لعيبه النادي الاهلي الرجاله اللي جابوا القاب كتير يجيبوا لنا بطوله الدوري السنه دي، عايزينها بطوله غاليه علينا وعايزينها باذن الله. 10 ماتشات ب 30 نقطه باذن الله نقدر نجيبهم، وعندنا ثقه كبيره جدا وعندنا فريق يقدر يحقق النتائج دي. فدي كانت جزئيه مهمه جدا. مباراه البنك الاهلي طبعا مباراه غايه في الاهميه، هتكلم عليها برضو بتفاصيل كتير وهنطمن على الفرقه، بس هروح للفصل الاول وبعد الفصل نرجع نكمل كلامنا. يلا